هم كيف تلعبون مع اللاعبين الآخرين في ماينكرافت بوكيت إديشن. أولا افتح ماينكرافت بوكيت إديشن، ثانيا اضغط زر اللعب في ماينكرافت بوكيت إديشن، ثالثا اذهب للعب في العوالم المشتركة بين الناس، إنها عوالم معروفة وشركة إيجادها على الإنترنت أو مواقع التجمع التثقف الاجتماعي. عندما تبدأ بالحركة لأن هناك الآلاف من اللاعبين في هذه الأماكن. يجب علينا أن نسرع، لكن لا، إنهم سريعون للغاية. لا! لم أستطع الوصول لكي أخذ الكنز، أنا عالق، لماذا؟ لا أعلم. وكيف قفز أولئك النفس؟ حقا لا أعلم. سوف أنتظر أحدهم لكي أقتله ثم أخذ أشياء أو أخذ من الصندوق، هذه فكرة. أي سوف تموت الآن. هيا ابتعد، هذه فريسة. ماذا؟ لا تسرق هذه الأشياء، سوف أضربك. أي إنه مسلح. لا لا تقتلني. لا لا لا. حسنا، هكذا تلعب. وعندما تخسر تخرج، الفائز يحصل على المكافآت. للمزيد من المعلومات ادخل إلى www..